سنة كاملة نتأمل نقعد الصبح نلقى علي ويانا قاعد بالبيت، عبالنا بأول أسبوع يجي، بأول شهر الناس تسألنا، إلى أن وصلنا لليأس، وصلنا ناشدنا المجتمع الدولي، ناشدنا حقوق الإنسان، عندنا أمل واحد بعد، أملنا بالثوار. يوم 25 نريد يرفعون هاي الصورة، هاي الصورة مع العلي، على الأقل تكون يعني ردت لهفتنا حتى إذا ما يطلع علي. نريد نقول أكو ناس تداعب بنا. وبعد علي بشواربهم، لأنه أيسنا من الدولة، أيسنا من الحكومة، أيسنا من القضاء، أيسنا من كل واحد. علاه عطشان عيونه على طولك بالصور ما يرتون، قوم طف النار يا ابن ضلوعي يا عيني ودون، بقلب ألف يعقوب يبكي، بقلب ألف يعقوب يبكي وألف ذيب البيعوان، بقلب ألف يوسف عشقته وألف مثل زليخوان، قوم طف النار يا ابني. تبين ان هاي الجهه اللي خطفت ابني هي جهه مسلحه تابعه الى هيئه الحشد الشعبي. هذا الفصيل اللي خطف ابني هو فصيل تابع للحشد الشعبي ومدعوم من الحشد الشعبي ومدعوم من الدوله. الابن فوق القهامه، فوق كل شيء الابن، ما حد يحس بيها الا من فقد الله، ان شاء الله لا يواريها. الكل عبد مسلم، خلي يشبتون، خلي يشبتون. أنا الألم بداخلي ما يهمني يشبتون ويقولون ليش يبكي. إيه أبكي، أبكي لأن مكسور.